فكرة، احنا مقدمين تعديل على قانون الجزاء بإعدام من يتعرض لعرض أم المؤمنين. فكرة مقدمين. هذا الأمر لا يستهان فيه، هذا الأمر سيثير فتنة في البلد. تحذيرات من الوقوع في فخ الفتنة ودعوات للحكومة بالإسراع في إلقاء القبض على من تعرض لأم المؤمنين ومن اعتدى على مسجد الزهراء. تمام 9 في تلفزيون الرأي، وإلى نشرة الأخبار. تحت شعارات رفض الفتنة الطائفية التي بدت شرارتها واضحة المعالم من خلال التعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة، ثم تبعها الاعتداء على مسجد السيدة الزهراء من أجل تأجيج الكراهية وإثارة الخلافات بين فئات المجتمع، انطلقت اليوم الدعوات الموجهة للأجهزة الأمنية من أجل الإسراع في كشف الأيادي التي تعبث بأمن البلد وفضح مخططاتها. وقد سجل اليوم تحرك شعبي استنكارا لحادثة الاعتداء على أحد مساجد مبارك الكبير وكتابة عبارات مسيئة بحق رموز دينية، حيث أشعل لهيب التصريحات النيابية والشعبية التي تداعت تحت شعارات الذود عن عرض النبي الكريم وأصحابه، مع الدعوة إلى وضع حد لمثيري الفتنة وعدم المساس بالرموز الدينية والمقدسات وتحميل الحكومة مسؤولية عما يجري. وفي السياق أيضا تبنى النواب المشاركون في الاعتصام مقترح قانون بتغليظ العقوبات على من يطعن بعرض الرسول أو بأحد من أصحابه إلى حد الإعدام. اليوم نار الفتنة مسؤولة عنها الحكومة، ما هم الناس، لأن الناس ضاق فيهم الأمر. نار الفتنة أنتم تطفونها يا حكومة، وإلا ستشتعل وستأكل الجميع. يا أخوان، أنا أعلم الكل مجروح، لكن هذه رسالة مهمة وراها رسالات، لكن لا يتحول الأمر نزاع بيننا. ترى هذا أخطر شيء، أنه يتحول نزاع بيننا. لسنا دعاة فتنة، لكن من أراد الفتنة ومن أراد أن يحرق البلد سنقف له بالمرصاد. أنا أقول الوزير الداخلية بكل وضوح، نحترمك ونقدرك وعطيناك فرصة، لكن الآن هذه مسؤوليتك، ولا نقبل أن يتم التطاول مرة وثنتين وثلاثة يتم السكوت. القضية الثانية، بكرة احنا مقدمين تعديل على قانون الجزاء بإعدام من يتعرض لعرض أم المؤمنين. سنطالب بمشروع قانون، وعلى رأسنا أخونا الدكتور جمعان الحربش والنواب الشرفاء، النواب الشرفاء الجبان اللي ما راح يوقع على هذا المشروع. العهد عندكم أنتم وأمام الله أولا، وإحنا إن شاء الله جينا لحق هذا المكان نرقل رسالة شفوية للحكومة بأن هذا الأمر لا يستهان فيه، هذا الأمر سيثير فتنة في البلد، هذا الأمر سيسكن الدم فيه للركب. لا يتهم أي فئة من فئات المجتمع، هذه فتنة وتمزيق لفئات المجتمع، ونعتقد أن وراء هذه الفتنة أمس مسجد للسنة، بعدها بساعتين مسجد للشيعة حسينية. هذه وراء، نعتقد وراءها ناس يبون يضربون فئات المجتمع في بعض. وزارة الداخلية ولا رأسها سيدي معالي وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية مهتمة بالموضوع يا أخوان. وإحنا يا أخوان التعليمات واضحة ويانا من القيادة العليا، هي التعامل الراقي مع المواطنين، ولا نرضى بأي شكل من الأشياء أن تمس حرمة مساجدنا يا أخواني. وصدقوني أن القيادة بوزارة الداخلية مهتمة كل الاهتمام، وسوف بإذن الله يجرى تحقيق، وبالتحقيق يبين من هو، وكذلك الجنات الذين ارتكبوا هذه سيقدمون إلى المحاكمة بإذن الله يا أخواني. وفي ذات السياق أبلغ وزير الداخلية الشيخ أحمد لحمود النائب خالد الطاحوس أن رجال الأمن اعتقلوا بعض المسيئين لأم المؤمنين عائشة والصحابة الكرام، مشددا على أنه سيتم اعتقال البقية لاحقاً.